ابن عباس رضي الله عنهما لما أتاه رجل فقال أنت على ملة عثمان أم على ملة علي؟ أليس عثمان وعلي رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالاستنان بسنتهما؟ بلى، فهما على خير وعلى هدى. ومع ذلك لما قال هذا الرجل فأنت على ملة عثمان أم على ملة علي؟ فقال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال لا على ملة عثمان ولا على ملة علي، إنما على ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رده إلى الأصل. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى حديثا عن هذا الموضوع، وهو الانتساب إلى الفرق أو الانتساب إلى الطوائف. يجب أن يكون قولك وفعلك متبعا فيه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.